بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا مرة أخرى بكل الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة من فقرات تعليم اللغة الفرنسية من خلال كتاب يالير اي كومبروندر. طبعا كنا قد وصلنا إلى لا لاتر زاد، إذا طبعا انتهينا إلى هذه الأحرف والمقاطع اللفظية والكلمات. إذا رأينا زاد، زو، زي، زا، زو، زي، زيرو، لو غازون، دوز، سوزان، سوزان. إذن عندنا أولا لا لاتر زاد. ثم عندنا ز، ز. زي. عندنا زا. زو، زو. ثم زي، زي، زي. زيرو، زيرو.
Le gazon, le gazon. Douze, douze, douze. Suzanne, Suzanne. ثم نستكمل أيضا مع لا لتر زاد، ولكن هذه المرة هنشوف حرف آخر أحيانا يشبه النطق. إذا نتكلم عن لا لتر أس. إذا لا لتر أس أحيانا أن تنطق مثل زاد، تعطي الصوت ز. إذا متى تعطي أس صوت ز؟ طبعا اس كما تنعرفوا انها تنطق مثل السي في بعض الحالات، والسي نفسها تنطق في حالات اخرى ك. اذا سنرى هنا طبعا متى تنطق اس كزاد. طبعا ببساطه عندما تاتي بين صوتيين كون اس سو تروف اونتر دو فويال، alors là elle se prononce comme la lettre Z. إذن عندما توجد S بين صوتيين، إذن هنا تنطق كZ. par exemple Denise, Denise, Denise. طفلة Denise s'amuse, s'amuse. طبعا s'amuse المقصود بها أنها تتسلى، أنها تتسلى. c'est le verbe s'amuser, تسلى. إذن دينيز s'amuse، الطفلة أنها تتسلى، تتسلى بهذه الألعاب التي عندها. إذن كما تلاحظوا بأن S بين E c'est une voyelle طبعا، وبين E c'est une autre voyelle. alors là S se prononce comme Z، se prononce comme Z. إذن S تنطق كZ تماما كما في فعل ساميزي، ساميزي.
تسلى، عندنا تقاس بين إي وبين أ، إذا توجد بين صوتيين، إذا هنا تنطق كزاد. طبعا سنرى الحالات التي تنطق فيها أس كزاد، مثلا كما عندنا في هذه الحالة أس توجد بين إي وبين أ، وبالتالي ستنطق كزاد. إذا هنا سننطقها إيز 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 إيز، أوزي أوزي أوزي، لا نقرأها أوسي، لكي نقرأها أوسي علينا أن نضيف إس. أوزي أوز أوز، إيزو إيزو، أز أز، يوزي يوزي، أوزي أوزي، أوزي أوزي، إيزي أوزي أوزي، إيزي إيزي. إذا نعيد إيز 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 إيز، أوزي أوزي، أوز أوز، إيزو إيزو، أز أز، إيزي إيزي، أوزي أوزي أوزي، أوزي أوزي أوزي، إيزي إيزي. دينيز ساميز دينيز ساميز. Elle a des livres roses. Elle a des livres roses et des petites chaises blanches. Iden, Denise s'amuse. Denise s'amuse. Tifla Denise s'amuse. Anna tetsella. S'amuser. S'amuse. Elle a, Iden hiya inda, des livres. Inda kutub. Elle a des livres roses. روز، إذا عندها كتب وردية. إي دي بوتيت شاز بلونش، إي دي بوتيت شاز بلونش، ثم كراسي صغيرة بيضاء. دونيز ساميوز، إل أ دي ليفر روز، إي دي بوتيت شاز بلونش، 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 بلونش. إين روز، إين روز، نتكلم عن وردة. لا شوميز بلونش، لا شوميز بلونش، إذا نتكلم عن قميص أبيض. لا شوميز، لاحظ هنا عندنا إيز كما عندنا. لا شوميز بلونش. لا جوب غريز، لا جوب غريز، إذا نتكلم عن التنورة رمادية، غريز رمادية. طبعا في المذكر نقول غري، في المذكر نقول غري غري. إذا نقول مثلا أوازو غري، أوازو غري، إذا نتكلم عن طائر رمادي. طبعا عندما تحذف هاد أ لا تقرأ هاد أس، ولكن عندما نضيف أ خاصة بالتأنيث، ولكن عندما نضيف أ الخاصة بالتأنيث هاد أس ستوجد حينها بين دو فويال، وبالتالي ستقرأ كزاد. إذا نقول أن وازو غري، ولكن هنا نقول لا جوب غريز، لا روب روز، لا روب روز. إذا طبعا اس توجد بين او وبين ا، وكما تنعرفوا بان الفويال، الفويال عموما هي اي هي ا هي او هي ا هي اي كما عندنا هنا. طبعا كاين اي غريغ، إذا هادو هما الفويال. إذا لا روب روز. اون فاليز، اون فاليز، الباليزة، اون فاليز، نتكلم عن الحقيبة. اون فاليز
de cuir, cuir, cuir. Une valise de cuir. إذا نتكلم عن حقيبة من جلد. حقيبة من جلد. Une valise de cuir. Une grande usine. Une grande usine. Une grande usine. Usine. معمل كبير. كلمة مؤنثة. Une grande usine. Usine. معمل كبير. ثم des cerises. Voilà. Regarde ici. On a deux fraises et trois cerises. Et trois cerises. إذا نتكلم عن حب الملوك. Des cerises. Vos chaussures sont usées. Vos chaussures sont usées. حذائك مقصودنا زوج حذائك. Sont. أنها إيزي مستعملة. إذن هذا الحذاء اللي عندك أنه مستعمل. Vos chaussures sont usées. طبعا نتكلم هنا على لو فيرب إيزي. أحيانا نتكلم مثلا عن لو إيزي. نتكلم عن الماء المستعمل. المقصود الماء الغير صالح للشرب. إذن نتكلم عن لو إيزي. Vos chaussures sont usées. إذا نتكلم عن حذائك أنها مستعملة. Pose ton sac sur la table. Pose. C'est le verbe poser. Par exemple, moi, je pose le stylo. Moi, comme exemple, je pose le stylo. إذا أنا أضع القلم. On a le verbe poser. إذا عندنا le verbe poser. فعل وضع. Pose. طبعا عندنا أمر هنا. Le verbe poser est conjugué à l'impératif. إذن فعل poser مصرف الأمر. Pose ton sac. ضع حقيبتك أو ضع كيسك. تنقولوا ضع الساك ديالك. Sur la table. فوق المائدة. إذن ضع حقيبتك فوق المائدة. Pose ton sac sur la table. إذن نعيد. Denis s'amuse. Elle a des livres roses et des petites chaises blanches. Une rose, la chemise blanche, la jupe grise, la robe rose, une valise de cuir, une grande usine, des cerises. Vos chaussures sont usées. Pose ton sac sur la table. Tout maintenant, oise, oiseau. Oise. Oise, oiseau. Aise, aise. طبعا A تنطق A. إذن oise, oise, oiseau. Aise, ouze, ouze. Euse, euse. مثلا كلمة oise بحال كلمة oiseau ولكن أيضا بحال كلمة une ardoise. Une ardoise. نتكلم عن لوحة. Une ardoise. Un petit oiseau. Un petit oiseau. Un petit oiseau. Voilà, c'est un oiseau. إذا نتكلم عن طائر. Un petit oiseau. إذا نتكلم عن طائر صغير. Une chaise. Une chaise. Voilà. Mina est assise. Est assise sur une chaise. Mina est assise. Sur une chaise. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Une chaise. Coursi. Coursi. Une chaise. Thomas, une blouse. Une blouse. Une blouse. C'est une clé à l'ibès. Une blouse. Thomas, où est ton papa? Où est ton papa? Aïna ou Abak? Où est ton papa? Papa est à la maison. 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 إذن أبي هو في المنزل. في المنزل.
Il se repose. Il se repose. Il se repose. طبعا عندنا هنا لو فيرب se reposer فعل استراحة. ومن كلمة le repos. Le repos يعني الراحة أو الاستراحة. Il se repose هو يستريح. Où est ton papa؟ أين هو أباك؟ Papa est à la maison. إذن أبي في المنزل. Il se repose هو يستريح. Il se repose. Denise est heureuse. 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 في المذكر نقول heureux يعني فرح. Heureuse. Heureuse في المؤنث فرحة. Denise est heureuse. إذن هاد البنت أنها فرحة. مرحة. Est heureuse. Est heureuse. Elle a une jolie paire. Voilà, on a une paire. Une paire de ciseaux. إذن عندنا زوج مقص. المقص طبعا مكون من زوجين كما طلعتو. Les chaussures. ممكن نتكلم عن les chaussures. ممكن نقول une paire de chaussures. ممكن نقول une paire de chaussures. زوج حذاء، لأن الحذاء مكون من حذائين كما نقول. إذا المقص كما نقول بأنه مكون من مقصين، مكون من هذا الزوج. إذا هنا elle a هي عندها une jolie paire. Une jolie paire. Une jolie paire. Une jolie paire. إذا عندها زوج جميل. زوج جميل من ماذا؟ من حذاء. دو شوسور نو دو سيزو. اذا عندها زوج جميل من المقص كما نقول. ال ا اون جولي بير دو سيزو. ممكن نقول ال ا الا اون جولي بير دو شوسور. هناك بعض الاشياء التي تكون مزدوجه، إذن نقول عنها بير دو. زوج من بير دو سيزو. زوج من مقص. بير دو شوسور. بير دو شوسور. زوج من حذاء إلى غير ذلك. أحيانا نتحدث عن لي لونيت النظارات، مع أننا نتكلم عن قطعة واحدة لكن مكونة من زجاجتين كما نقول. إذن نتكلم عن لي لونيت. Elle a une jolie paire de ciseaux. Papa a creusé un trou. Papa a creusé, a creusé, a creusé un trou. Un trou. Idem, Abby a creusé. طبعا عندنا le verbe creuser. عندنا فعل حفرة. Le verbe creuser مقصود به حفرة. Papa a creusé un trou. إذن أبي أنه حفر أن تخو حفرة. لطي أتون سيزون أغريابل. لطي إذا نتكلم عن فصل الصيف. أتون سيزون الصيف هو فصل. لطي أتون سيزون. أتون سيزون. أتون سيزون أغريابل جميل. لطي est une saison agréable. إذا الصيف هو فصل جميل أو رائع إلى غير ذلك. إذا نعيد. was وازو as اوز اوز. une ardoise un petit oiseau une chaise une blouse. Où est ton papa? Papa est à la maison. Il se repose. Il se repose. Denise est heureuse. Elle a une jolie paire de ciseaux. Papa a creusé un trou. Papa a creusé un trou. L'été est une saison agréable. L'été est une saison agréable. Tout maintenant, Mina est assise sur une chaise. إذا تكلمنا مثلا عن غني
إذا تكلمنا عن غوني سنقول غوني إيطاسي، غوني إيطاسي يعني نحذف هاد أو الخاصة بالتأنيث. هنا عندنا مينا إيطاسيز، إذا مينا هي جالسة سور أون شاز، هي جالسة فوق كرسي. هنا طبعا كلمة كرسي مؤنثة. أن وازو، أن وازو. دي سيزو، دي سيزو. إذا نتكلم عن مقاسات، نقصد نتكلم عن زوج مقص. دو فخاز، دو فخاز، فراولتين، فراولتين، اثنان فراولة. اي تخوا سوغيز، اي تخوا سوغيز، وثلاثة من حب الملوك. مينا ايت اسيز سور اون شاز. اوازو، اوازو، اوازو. دي سيزو، دي سيزو. دو فخاز، دو فخاز. اي تخوا سوغيز، اي تخوا سوغيز. ثم عندنا يز، اوز، اوز. اون غوب، غوز. اون غوب، غوز. اون غوب، غوز. نتكلم عن فستان وردي. اون غوب، غوز. ثم دانيز، اون فيزيت، نتكلم عن زيارة. لا فيزيت، زيارة. اون فيزيت، ان وازو، ان وازو. اذن عندنا ايز، ايز. ثم عندنا أوز، أوز. ثم إن روب روز، إن روب روز. ثم دونيز، إن فيزيت.
Un oiseau. إذا نستأنف فقرات القديمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.